بشوفه ولدش، بشوفه. لا تقول لي الماضي راح. الماضي هو السبب اللي أنا وإنت فيه الحين. الحين حالي أنا 48 سنة كمل. لا إنها ليست مجرد أفلام قصيرة، بل هي أحلام وتطلعات وآمال تتراقص في عيون 55 مخرجا شارك في المهرجان. هنا اجتمعت القصص القصيرة في قاعة السينما لتروي حكاياتها الملهمة متوشحة بألوان الإبداع. هنا مهرجان عين للأفلام القصيرة. الأفلام الروائية كان لها النصيب الأكبر من الأفلام المتنافسة بواقع 28 فيلماً. نسج صناعها خيوطاً من الحياة اليومية والتجارب الإنسانية. جالس أشوف تجارب جميلة، تقنيات، يعني بعض الأفلام لاحظنا فيها تصوير مختلف، لاحظنا فيها إضاءات مختلفة، لاحظنا فيها تمثيل بارز جداً. اللي كان يقول ان العمانيين وين ممثلينهم، جيل الممثلين راح. لاحظت وشفت طاقات جبارة، طاقات تحتاج الى تمكين من خلال وضع تجارب وافلام جديدة على اساس بس الحركة السينمائية تتحرك، والا الشباب العماني قادر، الشباب العماني لديه الموهبة والتقنيات والمعرفة. بما نحن حكمنا الأفلام الروائية، الأفلام اللي كانت في الروائي جبارة جدا من ناحية الرؤية المستقبلية. صحيح في هفوات، صحيح في أمور كثيرة، لكن هي تجربة لرفع مستوى السينما في المنطقة وفي عمان، ولنصدر ثقافتنا وهويتنا للعالم. وفي 22 فيلما تجولت كاميرا الأفلام الوثائقية في أرجاء المجتمعات ووثقت معلومات غائبة، فكشفت حقائق صارمة وخفايا مخفية. الأفلام الوثائقية التي شاركت في مهرجان عين الأفلام القصيرة كانت بالنسبة لي أساساً فرصة للتعرف على حضارة وعلى تاريخ سلطنة عمان، وهي تجربة مهمة. يعني صناع الأفلام حاولوا ما أمكن أن يقدموا الثقافة وتاريخ سلطنة عمان، وهي تجربة راقية وتجربة مهمة جدا، وهي أيضا فرصة لتبادل الخبرات. أما أفلام الأطفال فقد أضافت إلى المهرجان بريقا خاصا، فعانقت قلوب الصغار بلغة مفعمة بالبساطة مليئة بروح المغامرة. وجود محور سينما الأطفال ضمن أي مهرجان موجه للمجتمع بشكل عام يدل دلالة وثيقة ووطيدة على اهتمام المشتغلين والمنظمين لمثل هذه المهرجانات بسينما الطفل. يحسب لمهرجان عين للأفلام القصيرة سبقه على مستوى السلطنة في اهتمامه بهذه الشريحة من خلال تحديد محور خاص بسينما الأطفال. مهرجان عين للأفلام القصيرة نجح في تجسيد التنوع الثقافي والفني، فكانت الأفلام مفتاحاً يفتح أبواب الخيال والتفكير الإبداعي، وستبقى برسائلها القوية وذكرياتها الجميلة تسطر أحلاماً جديدة في مساحة الواقع.